السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة في قناة مهندس ورشة، معاكم أحمد حسن. لو لسه أول مرة تابعنا، انزل اعمل سبسكرايب للقناة وفعل الجرس علشان تشوف فيديوهاتنا أول ما تنزل، وما تنساش تشوف فيديوهاتنا اللي فاتت. حلقة النهاردة من الحلقات اللي كتير مننا مستنيها واللي كتير برضه طلبها مني، هنشرح عملي على وايرنج دياجرام، ازاي نقدر نطلع دايرة كهربية احنا محتاجينها، ازاي نقدر نطلع الاكتويتور، ازاي نقدر نطلع الفيشة اللي احنا شغالين عليها، ازاي نقدر نطلع اطراف الفيشه ورايحه لفين في الكنترول. هنتعلم ده عملي ان شاء الله، ومش الحلقه دي بس، لا الحلقه دي واللي جايه واللي بعدها، 3 حلقات مهمين جدا هنتعلم خلالهم عملي ازاي تقدر تقرا اي وايرنج دايجرام لاي عربيه. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو علشان تدعمنا، ومستني رايكم تحت في التعليقات. تابعوا الحلقه للنهايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة في قناة مهندس ورشة، معاكم أحمد حسن. حلقة النهاردة من الحلقات القوية جدا اللي هنتعلم فيها إزاي نقدر نقرأ أي وايرنج دايجرام لأي عربية بسهولة زي ما شرحنا قبل كده. حلقة النهاردة تكملة لحلقتين سابقتين اتعلمنا فيهم إزاي تقرأ أي مخطط كهربي، How to read wiring diagram. طبعا شرحنا في الحلقتين اللي فاتوا شرح يعني أقرب للنظري، ما طبقناش على بقى مخطط سيارة فعلي واتكلمنا عليه. النهاردة هنتكلم على مخطط سيارة وإزاي نطلع الدايرة اللي إحنا عايزينها وإزاي نقدر نفهمها بسهولة إن شاء الله. تابع الحلقة للنهاية، حلقة مهمة جدا. وبفكركم ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة، وما تنساش تعمل تقول لنا رأيك تحت في التعليقات الخاصة بالفيديو، وهسيب لكم لينك الحلقتين اللي لازم تشوفهم قبل ما تشوف الحلقة دي. حلقتين مهمين جدا كان فيهم مبادئ أو أساسيات إزاي تقدر تقرأ أي مخطط كهربي لأي سيارة. طبعا ده شكل المخطط الكهربائي للسيارات بصفة عامة. طبعا المخطط ده أو الوايرنج دياجرام ده، وايرنج دياجرام لونه أسود، هشرح في الحلقة دي على المخطط ده، والحلقة الجاية هنشرح على مخطط عربية أوروبي اللي هو بيكون السلك كل سلك ليه لون. ويلا نبدأ الشرح. طبعا الحلقة دي اتطلبت مني كتير جدا زي ما احنا شايفين. أول حاجة بحتاجها في الدايرة الكهربائية أحدد مصدر الكهرباء، عندي مصدر الكهرباء اللي داخل للحمل للأكتويتور زي مثلا البطارية. طبعا عندنا هنا حاجة اسمها IBDM Intelligent Power Distribution مديول، ده يعتبر زي علبة الفيوزات الخارجية في معظم العربيات، لكن في العربية دي اسمه IBDM. بحدد مصدر الكهرباء ومصدر الأرضي ومصدر الإشارة والحمل. تعالوا ننزل نشوف ده الـ IBDM هنتكلم عليه والوايرنج بتاعه إن شاء الله في الحلقات اللي جاية. تعالوا نشوف الوايرنج دياجرام بتاع الـ ECM الـ Engine Control Module. المربع اللي أنا شايفه ده هو الـ ECM الـ Engine Control Module زي ما أنا شايف دلوقتي. طبعا بلاقي هنا ارقام البنات، طبعا الكنترول بيكون فيه عدد كبير جدا من البنات، 80 90 بنه واحيانا 100 بنه زي ما انا شايف دلوقتي قدامي هنا، ده مثلا فيه لغايه 100 بنه واكتر كمان. تمام، تعالوا بقى ننزل نشوف. عندي هنا ده طبعا بقيه الاي سي ام الانجن كنترول مديول باقي الكنترول، ولو نزلنا تحت هنلاقيه برضو في الصفحات اللي تحت زي ما احنا. تعالوا نختار اي اكتويتور بنحتاجه ونتكلم عليه. اول حاجة عندي الثروتل بوزيشن سنسور، هنتكلم تعالوا نتكلم عن الثروتل بوزيشن سنسور اللي هي الالكتريكال كنترول اكتويتور. اول حاجة عندي طبعا زي ما انا عارف ان هي فيها موتور كهرباء، اهو ثروتل كنترول موتور. هنا متصل الاكتويتور ده كام بينا؟ 1 2 3 4 5 6. يبقى انا عرفت ان الاكتويتور ده عبارة عن 5 بنات. رقم الفيشة اللي راكبة في الاكتويتور ده F62. طب تعالوا نشوف هو داخل على ايه في الكنترول. داخل على بينا 5 وبينا 51 و52 و76 و74 و75 و62. طيب الفيش اللي هي الكنترول ده 3 فيشة،
اي 91 واي واف 95 واف 96. طيب تعالوا بقى ننزل نشوف ارقام البنات بنكون مسجلينها عندي وبنشوف هي ايه. اول حاجة عندي تعالوا نطلع رقم الفيشة دي ونشوف الوان السلوك دي ايه اصلا. هننزل لتحت هنا، احنا قلنا الشروط الاف كام، نتأكد تاني اف 62. هننزل دلوقتي تحت هلاقيه جايب لي الفيش كلها قدامي هنا. تعالوا ندور على اف 62 دي اي، نفضل ننزل تحت لسه كلها اي برضو. طبعا بيكون جاي فيش الكنترولات والاكتويتورز والحساسات وكل حاجة. احنا قلنا كام اف 62، اف 23، اف 26، احنا عايزين اف 62. نفضل ننزل وندور على الفيشة اللي احنا عايزينها. اف 62 هنا اهي. تعالوا بقى نشوف اول حاجة اتجاه الفيشة، بيقول لي ترتيب البنات ده من اتجاه الهارنس سايد ال HS. عندي حاجة تانية ساعات بتكون TS اللي هي Terminal سايد. الهارنس سايد يعني من ظهر الفيشة، من التيرمينال سايد لما بلف الفيشة وابص ناحية البنات. عندي اول حاجة هنا بيقول لي دي 6 طرف، 1 2 3 4 5 6. تعالوا نشوف اول حاجة رقم 1 بي اختصار بلاك. الرقم 1 هنا بيقول لي عندي هنا 2 1 و2 2 و3 و4 و2 5 و3 6. بيقول لي هنا هنا نوع الموتور اللي انا شغال عليه اتش ار ولا اتش ولا ام ار. وهنا في اتش ار 16 دي دي تي، كل عربيه ليها بيكون. فانا عندي العربيه اللي انا شغال عليها اتش ار، يعني عندي هنا فيش رقم ترميلا رقم 1 بيكون هنا لونها جرين، رقم 2 في الاتش ار بيكون رقمها بيكون لونها بلاك، 3 فاضيه، 4 فاضية، يعني قصدي يعني شغالين مع كل الأنواع، 3 وايت، 4 أحمر، 5 بيقول لي هنا ويز إم آر وهنا وزاوت إم آر، يبقى أنا عندي 5 هنا اللي هي دي، 6 ببتدي أختار نوع. تعالوا بقى نرجع تاني للمخطط اللي إحنا كنا شغالين عليه، كده عرفنا نطلع الفيشة إزاي والأطراف بتاعتها. بيقول لي هنا ده الكونكتور نيم، اول حاجه الكونكتور نمبر اف 62، كونكتور نيم هنا الكترونيك ثروتل كنترول اكتويتور. بيقول لي هنا التايب بتاعها، التايب ده اللي هو الشركه المصنعه او بيكون التايب بتاعها هي. طيب تعالوا بقى نطلع كده فوق نشوف باقي، نرجع تاني للوايرنج اللي احنا كنا شغالين عليه. نرجع تاني للاي سي ام، هنا رجعنا تاني للثروتل الالكتريك ثروتل كنترول اكتويتور. يبقى انا كده عرفت الفيشه اف 62 والاطراف بتاعتها. يبقى انا كده حددت عندي الاكتويتور وحددت اطراف الاكتويتور وحددت الفيشه اللي انا شغال منها. طيب تعالوا بقى نشوف كل طرف رايح على فين على الكنترول. اول حاجه عندي هنا 1 2 3 4 5 6، بنيجي نشوف هنا ده كده الجزء ده رايحين لكل ترميلة كام. هنا تعالوا نشوف، هناخدها برينت سكرين هنا عشان تبقى متسايفة قدامنا. تعالوا بس نشوف هي متوصلة ليه.
اول حاجه تعالوا نشوف فيها شو الكنترول اي 91، وتعالوا نشوف الاول اف 95 واف 96. قلنا هنا اف 95 وهنا اف 96. تعالوا بقى نشوف شكل الفيشة والأطراف اللي احنا عايزين نوصل لها. احنا عايزين ترميلة رقم كام؟ 51 و52 و76 و74 و75. طيب تعالوا بقى نشوف احنا عايزين، قلنا كام؟ 75 و76، وعايزين ترميلة 51 و52. 51 اهي و52. يبقى احنا عندنا في فيشة الكنترول دي اللي هي اف 96 اللي فيها الاطراف اللي احنا عايزينها. طب تعالوا نشوف هنا بقى في الوصف بتاعها 51 و52، بيقول لي هنا اصلا ان هي رايحة للثروتل كنترول موتور، الطرفين دول بتوع الموتور اللي بيعملوا لي اوبن وكلوز للبوابه 51 و52. يبقى احنا كده ماشيين صح. والاطراف الثانيه قلنا كام؟ 76 75 و74 و76. 75 74 اهي السنسور جراوند، يعني هي راحه الارضي الحساس رقم 74. يبقى انا كده عندي 74 اللي متصل بطرف 4، ده كده ارضي مشترك للحساسين لسنسور 1 وسنسور 2. يبقى انا عندي كده الاكتويتور، ده كده كهرباء وارضي بتاع الاوبن بتاع الموتور. عندي هنا الحساسين دلوقتي رقم 74، ده ارضي مشترك للحساسين. تعالوا نشوف هنا 75 و76 دول الحساسين الاشارة، 75 و76 دول الإشارة. يبقى 62 ده إيه؟ ده الكهرباء المشترك. يبقى أنا عندي الأرض المشترك 74 والكهرباء المشترك 62 والإشارتين بتوع الحساسين 75 و76، وعندي هنا الموتور اللي بيعمل أوبن وكلوز رقم 51 و52، وكده طلعناهم من فيش الكنترول. تعالوا نشوف هنا الفيشة، بيقول لي هنا من الهارن سايد يعني من ظهر الفيشة عندي هنا 51 و52 عشان لو انا عايز اختبر continuity اللي هو اتصال. الوايرنج دايجرام ده يعني هو صعب شوية او عقيم شوية، لكن بالنسبة لنا احنا مجبرين نتعامل مع جميع انواع الوايرنج دايجرام. احنا كده شرحنا هنا الثروتل بوزيشن سنسور، طبعا في حاجات كتير جدا هنشرحها في الوايرنج دايجرام ده، وهقول لكم دلوقتي المصادر اللي هنجيب منها الوايرنج دايجرام. عندي برنامج اسمه كارمن اس تي دي، ده برنامج مجاني موجود على البلاي ستور بينزل للموبايلات الاندرويد، وطبعا عندي مواقع كتير هنزل لكم السورسات بتاعتها. ما تنساش تقول لك رايك تحت في التعليقات، وهنشرح باقي الوايرنج دايجرام ده في الجزء الثاني بتاع الحلقه دي ان شاء الله.